في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوال وتغلب إذا حكمت. لاني هذا بالأسامة حبل بي الخطايا ودتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غامة حكمتك ومستراتها. تنضح علي بزكفاك فأطهر تغسلني فأبيض أكثر من الثلج. تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المنسحقة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي. قلبا نقيا اخلق فيا الله وروحا مستقيما جدده في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رياسك عضدني. فاعلم الأسمى طرقك ومنافقون إليك ارجعون. نجني من الدماء يا الله إله خلاصي فابتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فيخرج فم في تسبيحك. لأنك لو أصرت الذبيحة لكنت لا نعطي، ولكنك لا تصرب المحرقات فالذبيحة لله الروح المنسحق. قلب المنكسر متواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب نصرتك على سهيون ولتبنى أسوار أورشليم. حينئذ نصر مذبحك العدل قربان المحرقات، حينئذ يقربون على مذبحك العجول. هللويا. أحبك ربي يسوع، أحبك ربي يسوع، أحبك ربي يسوع، فليس لي سواك، أتبعك ربي دوما. أسبح اسمك القدوس وليس لي سواك، أتبعك بلا رجوع، أتبعك بلا رجوع، أسبح اسمك القدوس وليس لي سواك. أحبك يا روح الله، أحبك يا روح الله، أحبك يا روح الله، فأنت لي الحياة تغمر. Thank you.
خلق ربنا الإنسان كائن بيحتاج للجوع، بيجوع، بيحتاج للأكل والشرب، وجهز له كل ما يحتاج ليه من طعام. طعام الجسد بيقوت الجسد في رحلة غربته على الأرض، بناكل منه ونفضل عايشين لغاية ما العمر ينتهي. لكن ربنا لأنه عارف أن الإنسان ما هوش جسد بس، اداله كمان خبز الحياة، خبز الروح، جسد ودمه اللي لو أكل منه الإنسان يعيش للأبد. هي دي شجرة الحياة اللي لو أكل منها الإنسان يعيش للأبد، مش هيعيش على الأرض، مش هيعيش في الخطية، لكن هيعيش في السماء، هيعيش فرحان مع ربنا. الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فله حياة أبدية. أنا هو خبز الحياة، أباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا. هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. فخصم اليهود بعضهم بعضا قائلين، كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل؟ فقال لهم يسوع، الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه، كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب، فمن يأكلني فهو يحيى بي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، ليس كما أكل أباؤكم المن وماتوا. من يأكل هذا الخبز فإنه يحيى إلى الأبد، والمجد لله دائما أبديا أمين. نرفع قلوبنا لربنا بالصلاة ونقول يا رب ادينا ان احنا نهتم فعلا احنا ناكل جسدك ونشرب دمك عشان ناخد الحياة الأبدية. ناكل يا رب هذا الخبز المشبع اللي يعطينا يا رب هذه الحياة.
الرب قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكونة فلم تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار صوتها من صوت مياه كثيرة. عجيبة هي أهوال البحر، وعجيب هو الرب في الأعالي. شهادات صادقة جدا لبيتك ينبغي التقديس يا رب طول الأيام. هللويا. أظهر لي إرادتك، أظهر لي علامة، كلمني باللغة التي أنت تريدها، ولكن أيضا باللغة التي أنا أفهمها. علمني، فهمني. أنا معترف بأنني لا أفهم ولا قدرة لي على الفهم، لقد ظلم عقلي وغبي فهمي. تدخل يا رب ولا تتركني وحيدا فريدا في هذا الأمر. لا تتركني لنفسي، ولا تتركني لذهني ولا لرأيي. ما أغباني وما أعماني، لو تركتني وحيدا سأخطئ، لو تركتني لرأيي سأرتكب حماقة. كن معي، كن كل شيء بالنسبة لي. خذ ذهني وتسلم قلبي وعاطفتي، اعمل فيا وبيا ما تريد. أسلب مني كل شيء وخذ مني كل شيء، وتصرف بي كما تشاء. ليس لي شيء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. صلاة لمثلث الرحمات يفتى الأنبار بولس. نرفع قلوبنا ربنا بالصلاة، ونشوف قد إيه ربنا حلو لكل إنسان بيطلبه، وكل إنسان بيترجى خلاص ربنا. قد إيه حضن ربنا جميل ومشبع عن كل الأمور اللي في الدنيا.
شوي سنينين بشوي سنينين بشوي سنينين تسبحات وصلاة الساعة التاسعة وقدمها للمسيح ملكي ولي أرجون يغفر لي خطاياي من 30 مزامير بين داود النبي والملك الطاهر بركاته على جميعنا أمين. لولا أن الرب كان معنا ليقل إسرائيل، لولا أن الرب كان معنا عندما قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذ لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل، بل جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له. مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن نجونا. عوننا باسم الرب الذي صنع السماء والأرض. هللويا. زكسا سيو 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 سيمون قدوس 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 رب الصباوت السماء والأرض مملوتان من مجدك وكرامتك. فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشي بركاته علينا أمين. ولما رجع الرسل حدثوا مما فعلوا فأخذوا ودخل عن فرات مدينة تسمى بيت صودا، فلما علمت الجموع تبعوا فقبلهم وخطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم، وكان النهار قد بدأ يميل. فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له أسرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه، فإننا هنا في موضع كفر. فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا، فقالوا ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه، وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه ليتكوا في كل موضع 50 50، ففعلوا هكذا واتكأوهم أجمعين. فأخذ 5 خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وباركها وقسمها وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع، فأكلوا جميعهم وشبعوا، ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 كفة مملوءة. والمجد لله دائما أبدين أمين. ليكون قول الرب بسلام. نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك يا رب قمت وخلصتنا. يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة التاسعة من أجلنا نحن الخطاة، أمت حواسنا الجسمانية أيها المسيح إلهنا ونجنا. فلتدن وسيلتي قدامك يا رب كقولك، فهمني لتدخل طلباتي إلى حضرتك ككلمتك حيني. سبتريك أيوك أيوب نفماتي. يا من أسلم الروح في يد الآب عندما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة، وهديت اللص المصلوب معك للدخول للفردوس، لا تغفل عني يا الصالح ولا ترزلني للضال، بل قدس نفسي وضيق فهمي واجعلني شريكا نعمة أسرارك المحية، لكي ما إذا زقت من أحسناتك أقدم لك تسبحة بغير فطور، مشتاقا إلى بهائك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلهنا ونجنا. يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب يا الصالح، وقتلت موت موتك وزرت القيامة بقيامتك، لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيديك. اظهر محبتك للبشر الصالح، اقبل من والدتك شفاعة من أجل نجيها مخلص شعبا متواضعا، لا تتركنا للانقضاء ولا تسلمنا إلى الدهر، ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك ويعقوب إسرائيل قديسك. لما أبصر اللص رئيس الحياة على الصليب معلقا قال لولا المصلوب معنا إله متجسد، ما كانت الشمس أخفت شعاعها ولا الأرض ما جت مرتعدة، لكن القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. يا من قبل إلي اعتراف اللص على الصليب اقبلنا إليك يا الصالح، نحن مستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا، نقر بخطايانا معه معترفين بألوهيتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك. عندما نظرت الوالد الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية، أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص، وأما أحشائي فتلتهب عند نظري صلبوتك،
الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي. الصلوات اللي في الكتاب المقدس صلاة حنة النبية، لما ربنا شبعها وحقق لها غرضها فرحت قوي وجريت عليه تقول له انت كل حاجة في حياتي. فصلت حنة وقالت: فرح قلبي بالرب، ارتفع قرني بالرب، اتسع فمي على أعدائي لأني قد ابتهجت بخلاصك. ليس قدوس مثل الرب، لأنه ليس غيرك وليس صخرة مثل إلهنا. لا تكسروا الكلام العالي المستعلي ولتربح وقاحة من أفواهكم، لأن الرب إله عليم وبه توزن الأعمال. قصى الجبابرة انحطمت والضعفاء تمنطقوا باليأس، الشباع أجروا أنفسهم بالخبز والجياع، حتى إن العاقر ولدت سبعة وكسرة البنين زبلة. الرب يميت ويحيي، يهبط إلى الهاوية ويصعد. الرب يغفر ويغني، يضع ويرفع، يقيم المسكين من التراب، يرفع الفقير من المزبلة للجلوس مع الشرفاء، ويملكهم كرسي المجد، لأن الرب أعمدة الأرض وقد وضع عليها المسكونة. أرجو الأتقياء يحرس والأشرار في الظلام يصمتون، لأنه ليس بالقوة يغلب.
مخاصم الرب ينكسرون من السماء يرعد عليهم. الرب يدين أقاصي الأرض ويغطي عز الملك ويرفع قرن مسيحه والصبح لله دائما. هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. هذا هو خبز الحياة. ربنا أعطانا هذا الخبز عشان نحيا، ليس كما أكلوا آباءكم المن وماتوا. ربنا اداني جسده ودمه عشان أحيا إلى الأبد، أحيا معاه وأعيش معاه. قال لهم يسوع: أنا معكم زمانا يسيرا بعد، ثم أمضي إلى الذي أرسلني. ستطلبونني ولا تجدونني، وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. فقالوا اليهود فيما بينهم: إلى أين هذا مزمع أن يذهب حتى لا نجده نحن؟ ألعله مزمع أن يذهب إلى شتات اليونانيين ويعلم اليونانيين؟ ما هذا القول الذي قال: ستطلبونني ولا تجدونني، وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا؟ وفي هذا اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا:
إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطونه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. فكثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الكلام قالوا هذا بالحقيقة هو النبي، والمجد لله دائما أبديا أمين. وأيضا فنسأل الله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، تفضل يا رب مياه النار في هذه السنة باركها. اطلبوا عن صوم هذه الأنهار في هذه السنة كبرك المسيح لأنا وصدق مقدارها، ويفرح وجه الأرض وأن نحن البشر، ويهب لنا النجاة للباقي، واغفر لنا خطايانا. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. أصعدك مقدارك نعمتك، فرح وجه الأرض ليروح حرصها وتكسر أسمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليك، بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين كل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. أدي يا رب أنت عندك ماء الحياة، أدي يا رب أنت عندك الشبع والارتواء كله يا رب. اديني يا رب أني أقدر أجي إليك واشبع منك وارتوي منك يا رب، وما أخرجش بره حضنك يا رب، ما دورش على الشبع ده في العالم لاني مش حلاقيه يا رب، مش حلاقيه يا رب. يا كل الصفوف السماء Yeah.
صافيا من ماء حياة لامعا كالبلور خارجا من عرش الله والخروف في وسط سوقها وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة تصنع 12 شجرة ثمرة تعطي كل شهر ثمارها وورق الشجر لشفاء الأمم ولا تكون لعنة فيما بعد وعرش الله والخروف يكون فيها وعبيد يخدمونه وهم سينظرون وجهه واسمه على جباههم ولا يكون ليل هناك ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس لأن الرب الإله ينير عليهم وهم سيملكون إلى أبد الآبدين والمجد لله دائماً أبديا أمين. في كل جروح
حبك بيصالحنا لسه بإيدك تشفي كل جروح لسه بتقبل الصالح يسوع المسيح. بنشكرك يا رب، بنشكرك يا رب عشان انت بتشبعنا وبتدور دايما انك انت تشبعنا. نشكرك يا رب ان انت بتروينا وبتدور علينا. احنا ساعات يا رب احنا بنبعد عنك بإرادتنا، احنا ساعات يا رب بنقرر ان احنا مش عايزين نشبع منك، لأن بنتخيل يا رب إننا في العالم هيكون في شبع، لكن للأسف بنكتشف سريعا إن احنا الطريق اللي احنا ماشيين فيه ده مش صح، فبنلاقيك انت فاتح حضنك لينا وتقول تعالوا اشبعوا مني أنا، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه، أنا هو ماء الحياة. كل واحد فينا يرفع قلبه لربنا ويقول له يا رب اديني اشبع منك انت لوحدك، ابعد عني الشيطان اللي بيحاول يبعدني عنك ويقول لي الشبع ده في حتة تانية والارتواء في حتة تانية. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات، وجدة شديدا، لذلك لا نخشى ولا تزعزعت الأرض ولا انقلبت الجبال إلى قلب البحار، تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطمها. نهر سواقيه تفرح مدينة الله، مقدس مساكن العلي، الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله عند أقبال الصبح. عجت الأمم تزعزعت الممالك، أعطى صوته زابت الأرض، رب الجنود معنا ملجأنا إله يعقوب. هلم انظروا أعمال الله، كيف جعل خربا في الأرض، مسكن الحروب إلى أقصى الأرض، يكسر القوس ويقطع الرمح، المركبات يحرقها بالنار، كفوا واعلموا إني أنا الله، أتعالى بين الأمم، أتعالى في الأرض، رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب، هللويا. ياريت كلامي كل المعاني
تقدر تقول عن حبي ليك. اقبل هدية قلبي مليا، وانا مهما كنت انا كل ليك. قدام صليبك في وصفي فدا، اديتني كل نقطة من دماغ، وانا جرحتك وطعنت جنبك، وانت وضعت نفسك للممات. يا ريت كلامي كل المعاني تقدر تقول عن حبي ليك. اقبل هدية كل ما ليا، وانا مهما كون انا كل ليك. يفضل كلامي قاصر في التعبير، من عقلي بشري محدود بمعلومات، ولكني هفضل ارنم للي مات. وقمي وقام وصار لي الحياة، يا ريت كلامي كل المعاني تقدر تقول عن حبي ليك. اقبل هدية كل ما ليا، وانا مهما كون انا كل ليك. يا ريت كلامي كل المعاني تقدر تقول عن حبي ليك. اقبل هدية كل ما ليا، وانا مهما كون انا كل نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا. امين. كيريا إليسون، كيريا إليسون يا رب ارحم. كيريا إليسون، كيريا إليسون ارحمنا يا الله. كيريا إليسون، كيريا إليسون اسمعنا وارحمنا. كيريا إليسون، كيريا إليسون يا رب ارحم. كيريا إليسون، كيريا إليسون ارحمنا يا الله. كيريا إليسون، كيريا إليسون اسمعنا وارحمنا. كيريا إليسون، كيريا إليسون يا رب ارحم. كيريا إليسون، كيريا إليسون ارحمنا يا الله. كيريا إليسون، كيريا إليسون اسمعنا وارحمنا. كيريا إليسون، كيريا إليسون يا رب ارحم. كيريا إليسون، كيريا إليسون ارحمنا يا الله. كيريا إليسون، كيريا إليسون اسمعنا وارحمنا. كيريا إليسون، كيريا إليسون، كيريا إليسون، كيريا إليسون، كيريا إليسون. قدوس 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 رب الصباوت، السماء والأرض مملؤتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس نمعين في شدائدنا وضيقتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي ضع علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا، واجعلنا مستحقين نقول لك بكل شكر. يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك
كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو، نسألك باسم المبارك العظيم أنقل عقولنا من الاهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية، وكمل لنا محبتك للبشر الصالح، ولتكن صلواتنا كل حين وصلوات هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك. امنحنا النسل كماليك بالدعوة التي دعينا إليها، لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحصل مع الساجدين المستحقين لإلام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا، ونصب بالرحمة غفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين يرضوك بالحقيقة منذ الدهر إلى الأبد. اللهم ابطل عنا كل قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة، كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليب المحي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب، وانر علينا كما انرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم. ردنا جميعا للفردوس النعيم، لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له وممجد المسيح لهنا الصالح الطويل الروح الجزيل الرحمة الجزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاء الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل من يرجع ويحيا، الداعي لكل خلاص لجلماع بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة البطنة، سهل حياتنا، شدنا العمل بصايا، قدس أرواحنا، طائر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقنياتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، ونجينا من كل حزن رديء وجع القلب، وأحطنا بملائكة القديسين لكي نكون معسكرهم محفوظين ومرشدين، نصل اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس والغير المحدود، فإنك إله مبارك إلى الأبد أمين. وأخيرا الرب ليس آخرا بشفاعة أمك العذراء القديسة الطاهرة مريم، بشفاعة يا رب كل مصاف قديسيك اللي حضروا قيامتك وفرحوا بيها يا رب، فرحنا زيهم يا رب، الملاك ميخائيل اللي نزل ودحرج الحجر وبشر النسوة حاملات الطيب، بشفاعة قديس يوسف الرومي وكنو قديموس يا رب اللي أخذوا بركة تكفينك يا رب، شفاعة يا رب كل مصاف قديسيك، شفاعة قديس يوسف النجار يا رب، شفاعة قديس مريم والأسكروس ديارنا المصرية، شفاعة يا رب كل مصاف قديسي وقديساتك اللي أرضوك من زبات شفاعتهم وبوت معاناتهم محبتهم تكون معنا، اسمعنا واستجب لنا يا رب لما نقول لك بكل شكر. يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا يا رب في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة وهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.